هاي ويلكم باك اجين تو انجلش ماجنت. سو فور تودايز فيديو خليني اكلمكم عن اول اسئله اللي انتوا سالتوهاني. في حد سالني ازاي ان انا اقدم اصلا في شركات او الطرق ان انا اقدم في شركات ازاي, وعايز نتكلم اكتر عن الطرق دي. طيب اولا او اول حاجه, انت بتدخل على الويب سايت بتاع الشركه دي سواء على لينكدين او فيسبوك او حتى اي وسيله تانية او وظف او اي حاجه ليها علاقه بال الجوب اوفر ده, تكتب اسم الشركه بس او حتى على جروبس على الفيسبوك, وكل ده هتلاقي مثلا جوبس واوفرز كتيره. بس انت اكتب مثلا, اقعد اكتب كده جروبس, شغلني, وظائف انجلش كول سنتر جوب, او حتى اي لغه انت عايزها هتكتب على الفيسبوك او على جوجل, حتى جوجل ات, يو كان جست جوجل ات, او على لينكد ان هتكتب اسم الشركه اللي انت عايز تروح تقدم فيها, هتلاقي هي الوظائف المطلوبة او المتاحة على لينكد ان. دي حاجة اساسية بتبقى على طول دايما طالبين, زي فودافون, يو اكس سنترز, وكونسنتريكس, دول دايما بيبقوا طالبين كاستمر سيرفيس في كل اللغات in general. كونسنتريكس طالبة في كل اللغات بس يو اكس هي انجلش بس, ودوتش, وفي اللي هي تشاينيز, شركات طالبة تشاينيز لانجوج, وفي جابانيز لانجوج, في كوريان لانجوج, كل الحاجات دي مطلوبة جدا. بس انت لازم تدخل تعمل سيرج شوية على الجوجل, او مثلا تكتب, يا اما بتكتبها باللغة الانجليش او تكتبها بالعربي, تدور في الاثنين هتلاقي ريكومنديشنز على دي على الفيسبوك, وهتلاقي على اكتر من موقع انت ممكن تختار. بس انا اي ريكومند الحاجة اللي انا بستخدمها هي الفيسبوك بس in general. انت ممكن تستخدمها اللي هي على الفيسبوك, انا دايما بقدم على فيسبوك او على وظف, دي من الحاجات اللي انا كنت بعملها, بعمل سي في ليا. وممكن ازاي السي في تعمله, بتبقى سهله قوي ان انت تختار او تنزل اب على جوجل بلاي, سي في ميكر, بتعمل كده زي سي في ميكر اب, بتنزله فور فري, وطبعا هو بيجايد يو بقى ثرو ذا ستيبس ان انت تقول ايه والخبره بتاعتك ايه والاكسبيرينس ايه وكل الحاجات دي. حتى if you don't have any experience at least you have to write one experience, يعني لازم تكتب ان انت كنت شغال قبل كده, that's the rule. طيب في حاجه تانية تعملها بعد كده, تدخل على جروبز على الفيسبوك, هتلاقي وظايف كتيره جدا واوفرز كتيره جدا كل اللغات وكل حاجه, كل اللي عليك بس انت تتكلم الريكروتر سواء فيسبوك, او تعمل لهم منشن في الانبوكس بتاعهم وتقول لهم اي وود لايك تو ابلاي, وتبعت ريكورد, وهتبعت ريكورد للشخص اللي عمل الاعلان ده او الادفيرتايزنج ده, تبعت له ريكورد تقول له فويس نوت انتروديوسينج يور سيلف يور فيرست اند لاست نيم والاكسبيرينس بتاعتك, وهو هيقول لك يعني لو عايز مثلا تحكي له موقف